بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في درس جديد برمجة بلغة جافا. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم عن ما يسمى ب الأري أو باللغة العربية المصفوفة. طيب خلونا نشوف أول شيء ليش تم ابتكار الأري هذه، وش الفائدة من الأري هذه حتى نفهم كيف تعمل الأري هذه. نفرض أنك تحتاج أنك تخزن عدد كبير من شو اسمه الأرقام أو القيم، مثلا مطلوب منك مطلوب من جاك سؤال بالشكل التالي. يقول لك السؤال يقول لك write a Java program، write a Java program to read مثلا 10 numbers 10 numbers أو خلها 100 100 رقم to read 100 numbers and print the following مضبوط، ويطبع التالي print the following. طيب وش نبغى البرنامج يطبع؟ يطبع لنا اولا الـ sum of the numbers، sum of the numbers زين، اللي هو مجموع الاعداد هذه. نبغى يطبع لنا الـ average او المتوسط حق الاعداد هذه، ونبغاه الشيء الثالث انه يطبع لنا الفرق difference between أو خلينا نقول إنه خلينا نقول أفضل يعني نقول إنه الشيء الثالث نبغاه إنه prints the number زين prints the number يطبع الرقم if it is above average، if it is above average يعني يطبع الرقم إذا كان فوق المتوسط. مثلا نفرض أن هذه الأرقام مثلا مجموعة درجات طلاب أو حاجة زي كذا، فنبغى نشوف منهم الطلاب اللي أخذوا فوق المتوسط. طيب هذا المطلوب في البرنامج. أول شيء قبل ما نبدأ نحل، قبل ما نبدأ نسوي أي شيء، خل نحاول أننا نطبق مثال حتى نفهم البرنامج هذا بشكل جيد. طبعاً ما راح أدخل أنا 100 رقم، راح أعتبر أن مطلوب مني 4 أرقام بس، والمثال هذا ممكن بكل سهولة تعميمه على 100 رقم زين. نفرض أنه جاك الأرقام التالية 1 و3 و5 و7 زين. طيب مطلوب منك الآن الأشياء الثلاثة هذه. الشيء الأول رقم 1 أنك توجد مجموع الأرقام هذه 1 و3 و4 و5 و9 و7 و16، فإذن المجموع 16. الشيء الثاني مطلوب منك أنك توجد الأفريج، 16 تقسيم عدد الأرقام اللي هو 4 يعطينا 4، الأفريج هو المجموع على العدد زين، فإذن هذا الأفريج. الشيء الثالث الآن اطبع لي الأرقام اللي فوق الأفريج زين، وش الأرقام اللي فوق الأفريج؟ 5 و7 زين. إذا حلينا مثال بس بدلا من أن يكون 100 رقم خلينا 4 أرقام للتسهيل. الآن نفرض أنك تبغى تكتب برنامج حتى أنه يحل لك حتى تحل شو اسمه المطلوب منك هنا في السؤال، كيف راح تكتب البرنامج زين؟ احنا شفنا قبل اللوبس، وشفنا كيف انه باستخدام اللوب نستطيع ان نقرا عدد كبير من الارقام ونجمع عدد الارقام هذه ونوجد الافرج زين. اذا باستخدام اللوب الوحده بدون اي بدون ما نتكلم عن الاري نفسه زين، ما تكلمنا الى الان على الاري، لكن باستخدام اللوب نستطيع نحل رقم 1 نحل رقم 2
نوجد مجموع الأرقام سهلة، حط لوب تقرأ كل رقم يجيك، زين لوب من 1 إلى 100 فور لوب، تقرأ كل رقم يجيك تجمع الرقم هذا مع الرقم السابق، زين نفس الوقت أنت عارف عدد الأرقام اللي هو 100. فالخطوة الثانية بعد ما تنتهي من اللوب اقسم المجموع اللي يطلع لك على 100، وحلينا تنتين أثر، وسبق أني حليت مثال يعني بالإمكانك أنك ترجع المثال هذا. الآن المشكلة في الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة راح نطبع الأرقام اللي فوق الأفريج. الآن نفرض أننا سوينا لوب، زين سوينا اللوب هذه وأوجدنا المجموع زي ما سوينا قبل، وجدنا المجموع والأفريج، زين الآن نبغى الأرقام اللي فوق الأفريج. هنا المشكلة، لازم نكون مخزنين جميع الأرقام المدخلة، زين هذه هي المشكلة العويصة في برنامجنا هذا، لازم نكون مخزنين كل الأرقام المدخلة، حتى أننا بعد ما ننتهي من شو اسمه من إيجاد المجموع وإيجاد الأفريج، في ذيك الساعة نرجع لكل واحد من الأرقام اللي المدخلة، زين يكون مخزن عندنا في الذاكرة، ونشوف الفرق بينه وبين الأفريج، إذا كان أكبر من الأفريج نطبعه. طيب إذن المشكلة الموجودة عندنا الآن هو تخزين، كيف أن نخزن عدد كبير من الأرقام؟ نبغى نخزن 100 رقم مدخل، مضبوط؟ بشكل عام حنا حتى نخزن رقم فنستخدم فيريبل. إذا في الحالة هذه راح تحتاج أنك تستخدم 100 فيريبل. خلونا نجرب على 4 أعداد زي ما سوينا قبل حتى أننا نحل المشكلة الثالثة، زين بس ما راح أخليها 100، راح أخليها 4 فقط بس للتسهيل. طيب شو راح نقول؟ راح نقول الشيء التالي، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ نقول مثلا نفرض أنها دبل، السؤال ما ذكر شيء لكن خلنا نخليها دبل، دبل نمبر 1، زين بعدين gets مثلا، ما راح أكتب برنامج كامل لكن جزء من برنامج، فأقول هنا s اللي هو scanner dot next double، زين فقريت العدد الأول، بعد كذا دبل نمبر 2، نمبر 2 gets s نفس الكلام اللي موجود هنا، نفس الشيء دبل نمبر 3، نمبر 3 gets نفس الكلام اللي موجود هنا، ودبل نمبر 4 gets نفس الكلام اللي موجود هنا. طبعا زي ما قلت مرة ثانية ما راح أقول 100 هنا، راح فقط أقول 4 أرقام، وسهل جدا أنك تعمل، زين إذن اضطريت هنا أني أعرف 4 متغيرات، بعد كذا راح أقول الصم أو دبل، زين صم gets number one، number one زائدا number two زائدا number three زائدا number four، بعد كذا الأفريج دبل الأفريج AVR gets sum تقسيم 4، زين بعد كذا الآن راح أمشي على الفاريبلز هذه variable زين، وراح أقول if number one أكبر من average فإنك print number one مثلا system.out.println. مرة ثانية أنا هنا في البرمجة اختصرت أشياء كثيرة، يعني أرجو أنك تنتبه للشيء هذا، system.out.println number one مضبوط، وهكذا بالنسبة لنمبر 2 نمبر 3 ونمبر 4، زين إذن الآن لاحظ البرنامج، لاحظ ضخامة البرنامج على الرغم من أنه فقط 4 أرقام، فما بالك لو كان البرنامج 100 رقم. إذن يجب أن نروح ونبدأ نعرف متغيرات، زين نمبر 1 مضبوط، نمبر 1 نمبر 2 ونمبر 3 نمبر 4 وهكذا حتى نصل إلى نمبر 100 مضبوط، أو خلونا نقول أفضل يعني راح أقول number 0 number 1
زين إلى 99. أرجو أنك تنتبه للنقطة هذه، أننا بدل من نعد من 1 إلى 100 زين، اللي هي عبارة عن 100 رقم، عدينا من 0 إلى 99 اللي هي عبارة عن 100 رقم. إذن فعلا عرفنا 100 متغير، كل متغير راح يقرأ رقم، فبالتالي صار عندنا 100 رقم، ونسوي نفس العملية هذه كلها فيها زين. طيب بدلا من أن نسوي الشيء هذا، هنا تيجي فائدة الأري زين. بدلا من أن نقول الكلام هذا، راح نقول لما نجي نتكلم عن الأري راح تكون مشابهة جدا، بس راح نكتبها بالشكل التالي. يكون عندنا array اسمها number زين، هذا اسم الأري، خلوا أكتبه أفضل بلون ثاني حتى تكون عندنا array اسمها number زين. وبعد كذا نضع كذا الشيء هذا مرة ثانية number، هذا اسم الأري، وبعد كذا زين ما يسمى بالإندكس حق الأري أو الترتيب حق الأري، مضبوط. وهكذا حتى نصل إلى رقم 100 number 100 زين. إذن راح نسمي عندنا الأري، خلو أضيف هنا بما أنها صارت أري والأري دي فيها أرقام، خلو أضيف S هنا بس للجمع يعني numbers زين، numbers numbers زين. إذن في الحالة هذه راح أقول إنه عندي أري اسمها numbers، مضبوط. والأري هذه فيها 100 عنصر، عفوا هنا في خطأ بسيط، 99. الأري هذه فيها 100 عنصر، من العنصر رقم 0 أو العنصر اللي ترتيبه 0 وحتى العنصر اللي ترتيبه 99 زين. إذن هنا الفكرة، طبعا إلى الآن أنا ما وضحت لك بشكل دقيق وواضح كيف تعرف الأري، كيف تستخدم الأري، ما عرفت كل الأشياء هذه، بس أول الشيء الأهم أو الشيء المهم هنا أنك تفهم ليش وما هي الفائدة من الأري. إذن أستطيع أني ألخص لك الشيء بالكلام التالي، أقول لك أنه هنا المشكلة اللي عندنا أننا نحتاج إلى تخزين عدد كبير من القيم أو الفاليوز زين، أو بعبارة أخرى نحتاج عدد كبير من المتغيرات أو الـ variables زين. إذن هذه هي بالضبط المشكلة اللي دعتنا لاستخدام array زين، أو اللي لما شفناها قلنا إن الآن راح نحتاج ونضطر إن نستخدم array زين. في الدرس القادم إن شاء الله راح ناخذ تفاصيل عن الأريز، كيف تعرف الري، كيف تحط قيم في الري، كيف تقرأ من الري، وكل الأشياء هذه والفروقات بين الري والفاريبلز. ثم بعد كذا إن شاء الله راح نرجع لبرنامجنا اللي كتبناه هنا ونحل البرنامج باستخدام الريز، ونشوف كيف السهولة راح تكون أسهل بكثير من الطريقة الحالية.